طرقت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أبواب الشهر الثالث بالتزامن مع تغيير استراتيجية موسكو العسكرية على الأرض ومراجعة بنك الأهداف الخاصة بها. في البداية بدأ الهجوم الروسي بشكل موسع واستهدف مناطق متفرقة من أوكرانيا بما فيها العاصمة كييف وضواحيها. نتحدث هنا عن مدينتي بوتشا وإربين التي شهدت مواجهات شرسة بين الجيشين الروسي والأوكراني في الأسابيع الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. بعد مضي أسابيع تبدلت الخطة العسكرية وانسحبت موسكو من محيط كييف ووضعت في أجندتها العسكرية التركيز على إقليم دونباس. نتحدث هنا تحديدا عن لوغانسك ودونيتسك التي يسيطر انفصاليون مدعومون من موسكو على مناطق شاسعة منها، وتم إعلان جمهوريتين انفصاليتين في لوغانسك ودونيتسك. كان من نتائج العملية العسكرية الروسية أيضا السيطرة على مدينة خرسون الجنوبية هنا المطلة على البحر الأسود، إضافة إلى تمكن موسكو من فرض هيمنتها على بحر أزوف هنا الجنوبي بعدما سيطرت على مدينة ماريوبول الساحلية التي وقعت بيد الجيش الروسي باستثناء مصنع أزوفستال الذي تفرض حصارا محكما عليه روسيا ولا يزال يتحصن فيه العديد من الجنود الأوكرانيين. لا نتحدث عن الوقت الحاضر، يبدو أن موسكو أصبحت تركز في الوقت الراهن على مدينة خاركيف التي تقع في الشمال الشرقي لأوكرانيا والتي تكمن أهميتها في القرب الجغرافي من الحدود مع روسيا. كما تمكنت موسكو أيضا من السيطرة في وقت سابق على مدينة إيزيوم بشكل كامل. أيضا من بين الأهداف التي وضعتها روسيا وهي في مرمى نيرانها في الوقت الراهن هي مدينة أوديسا الجنوبية المطلة على البحر الأسود، إذ يعد ميناء هذه المدينة منفذا بحريا مهم جدا تخرج منه 80% من الصادرات الأوكرانية. إذا تمكنت من السيطرة على أوديسا تكون قد سيطرت بشكل كامل على الشريط الجنوبي. من أبرز ملامح أول شهرين يمكن القول من الحرب أن موسكو قررت تغيير استراتيجيتها بشكل واضح، ففيما كانت في البداية مبنية على السيطرة على مناطق جغرافية معينة أصبحت الآن قائمة فيما يبدو على استراتيجية التقسيم، لأن ذلك سيؤدي إلى عزل أوكرانيا كما قلنا عن السواحل من جهة، ومن جهة أخرى بناء جدار من الدويلات الصغيرة على الحدود مع روسيا.